معايا 90/7. امتى بقى 90/7؟ يبقى السين طلعت ب90/7. ماشي، ناخد بقى 90/7 دي نضربها مرة في التلاتة، ونضربها مرة في الأربعة، ونضربها مرة في مين؟ في السبعة. بس ونجيب بالآن. خلصت المسألة. اللي بعده، يلا يا ندى، سؤال رقم 6 يا ندى. ألف باء جيم مثلث فيه. طيب أول حاجة مثلا هنجيب الوتر، هنساوي جذر ايوه، ال 15 تربيع زائد ال 20 تربيع تطلع جمع كده ب 15. يا شباب عشان احنا عايزين الوتر، والوتر هو اكبر ضلع في المثلث القومي، عشان كده جمعنا. 25 ماشي صح، 25. يلا بقى حلو. نعوض، نشتغل على الجيم. عايزين محتاجين الجتا جيم والجا جيم والجا باء والجتا باء. يبقى نجيب الأول، هاتي الجا، الجا أو جتا عادي مش هتفرق، هاتي الجا باء والجتا باء. جاب تمام، جاب 15/25، ماشي، والجتا باء الجتا 20/25. ممكن نختصرها بالآلة، على الخمسة فيها التلاتة، على الخمسة فيها الخمسة، على الخمسة فيها الأربعة، على الخمسة فيها الخمسة. طيب هاتي بقى الجا جيم والجتا جيم. جا جيم بتساوي 20/25، تمام، والجتا والجتا جيم 15/25. برضو ممكن نختصرها، 4 على 5، 3 على 5. نعوض بقى، الجتا جيم احنا جبناها لسه اهي ب3 على 5 ضرب، الجتا باء جابتها ندى ب4 على 5 ناقص، الجا جيم جابتها ب4 على 5، والجابة جابتها ب3 على 5. ده هو ده ناقص بعضه يبقى بصفر. اللي بعده، مين اللي محلش لسه؟ في أنا حد محلش لسه؟ طب يلا سين صاد عين مثلث قائم زائد في عين سين عين بتساوي 7، صاد 25، أو القيمة كل من طا سين في طا صاد. ظا. انت بتقول ظا ولا طا؟ ظا سين اسمع هتبقى مقابل عن جوز، اسمع يعني 24/7. ماشي، هو جوه من الزاوية في عين، فعملت عند عين اهو كوع، وصاد هتبقى مقابل عن جوهر، يعني 7 وقال سين على عين أربعة الأول وعشرين بكام؟ ب7، وقال سين صاد بكام؟ 25. عين صاد بقى تطلع بكام بتقول؟ 24. ب24. هنقول 25 تربيع ناقص 7 تربيع تحت الجذر هتطلع فعلا ب24. طيب ظا س بقى في ظا ص، هات الظبط على س والظبط على ص، تبقى 24/7 في 7 على 24 هتساوي 1. صح. 24/7 وظا ص 7/24 بيساوي 1، صح. الجا تربيع س، هات الجا س وربحها. الجا س جالسين هتبقى 24/25 تربيع تمام، زائد زائد هات الجاز ده وتربحه. تبقى 7 على 25 تربيع برضه. طب اجمع ده بقى بالآلة شوف هيطلع بإيه. 24/25 دول ما بتتصلش على حاجة، مفيش اتصال. الشباب اللي مش هيحطها لي في أقواس هيطلع الناتج غلط على الآلة، اللي مش هيكتب أقواس الناتج هيطلع غلط على الآلة، خلي بالك. يبقى انت بتتحرك بالاسهم وبتحط اقواس، طلعت بكام معاكم؟ طلعت معايا 1 يونس. 625، 625 بتساوي 1. فعلا طلعت بواحد. في حد ما طلعش بواحد يا شباب؟ في حد مش عارف يعملها على الآلة؟ تمام. اللي بعد، يلا يا محمد، سؤال رقم 8. أنا مس محمد. أنا محمد انت تمام. ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في باء،
مثلث قائم الزاوية في باء. ماشي يلا نرسم القائم في باء. آه. زاوية باء قائم ايه فيه كم؟ فيه باء جيم بتساوي 4. ألف باء جيم، باء جيم بأربعة، تمام. وألف جيم بخمسة. يبقى ألف باء بتلاتة. أه عايز بقى فاستنتج، رجعت أربيع استنتج ألف. أنا إن جاء 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 تربيع. إيه جاء تربيع ألف دي؟ لو جاء ألف تربيع يعني هي هي؟ أيوة اللي هي ألف ونربح أه. بس زايدينهم ناقص شوية. جتا ألف تربيع بتساوي 2 في جتا ألف ناقص 1. طيب هنجيب الطرف الأيمن لوحده والطرف الأيسر لوحده. أه تعال نشتغل على الطرف ده جاء الأول. ألف تربيع، جاء ألف أصلا اللي هي هتساوي المقابل بتاع ألف على الوتر اللي هو 4 على 5 صح كده تربيع. تربيع، يعني كل تربيع ماشي ناقص الجتا ألف الجتا ألف هتكون اللي هو 3 على 5. تربيع اللي هو يساوي ايه بقى الكلام ده؟ 4 في 4 ب16 و5 في 5 ب25، 3 في 3 ب9 و5 في 5 ب25، 16 خلاص ناقص 9 كام؟ 16 ناقص 5. 9 5. لا مش 5. لا ايه، 7 7 7 اتلخبطت. طيب كده انت طلعت الطرف الأيمن طلع 7 على 25، لازم الطرف الأيسر برضو يطلع كام؟ 7 7 على على 25 25. تعال نشوف الطرف الأيسر. 2 جاء ألف تربيع، يبقى جاء ألف تربيع أصلا إحنا كنا جايبينها اللي هي ب 16 على 25. ماشي يعني 2 اتنين في اللي هو ستاشر 16 على على 25، 2 في 16 على 25. أه 2 يعني في 32 16 على 25 ناقص 1، أه واتنين في ستاشر بتساوي ب32، وانا هخلي الواحد ده اخليه 25 على 25 عشان اعرف اضرب. تساوي 32 على اتنين 25 وتلاتين7 ناقص تبقى خمسة صح، وعشرين 7 برضو على تبقى 7. 25. تمام. هو يبقى انا اذا هو هنا يبقى هو البتاع صح، هو استنتج دي اللي هو عايز طريقة الحل اللي انا حليت بيها يعني. بس تمام. ماشي يلا يا محمد. محمد خالد سؤال رقم 9 يا محمد. عايزك تسمعني بس عشان الصوت بيقطع عندي. ايوه سامعي. تمام. ألف باء جيم مثلث قائم الزوايا في باء، إذا كان ألف باء إلى ألف جيم يساوي 3 إلى 5، فأوجد النسبة المثلثية الأساسية للزاوية بس ألف. هو عايز يعني الجا والجتا والظاء، عايز يعني الجا والجتا والظاء. هو كده ألف باء على ألف جيم، ألف باء على ألف جيم، ما إلى دي هي هي على بتلاتة إلى بتساوي خمسة، هي هي 3 على 5. فأنا عشان أقول الألف باء بتساوي إيه، هتبقى الألف باء بتساوي 3 منين؟ لازم نحط لها حرف. ألف يا جيم مس ليه؟ عشان بتساوي دي نسبة وتناسب. محدش يقول لي الألف باء بتساوي 3، غلط. الألف باء بتساوي 3 ميم عشان دي نسبة وتناسب. يبقى الألف ألف بقى جيم كده بتلاتة بتساوي ميم وألف جيم ب5 ميم، يبقى بقى جيم من فيثاغورس تطلع ب4 ميم، 3 4 5 المثلث ده. عايز بقى النسب المثلثية للألف، يعني عايز الجا ألف والجتا ألف والظاء ألف. بس هات الجا ألف مقابل على الوتر، المقابل عندك هنا بقى مقابل بتاع الألف باء جيم اللي هو تكون 4 على 5. 4 ميم على 5 ميم، 4 على 5 الميم هتروح مع الميم يبقى 4 على 5. يا تمام. مس يعني أنا في الامتحان لو السؤال ده جه مقالي وأنا نسيت أكتب الميم هتبقى غلط، مع إن الإجابة هتطلع 4 على 5 بس هتنقص عشان دي نسبة وتناسب، عشان تبقى لازم فاهم المعلومة دي. الجتا ألف هتكون يا مس ألف ميم على باء ميم. 3 ميم على 5 ميم، ألف باء على ألف جيم، ليه؟ ما يمجاور على وتر، يبقى 3 على 5. آخر حاجة الظاء ألف مقابل على مجاور، المقابل بكام والمجاور بكام؟ مقابل بتاع الألف والمجاور بتاع الألف أربعة محمد على 3. الأربعة على الثلاثة. اللي بعده يلا يا هنا صار رقم 10.
يلا يا هلا، يلا يا ندى. ألف باء جيم قام زي باء. إذا كان روحي ما اتنين ترجعيش ألف بيتك فاضية الأول، ما تنسيش الحتة دي. يبقى الألف باء على الألف جيم هيساوي ايه ده؟ تلاتة على جذر تلاتة على اتنين. صح كده. يلا كملي. تمام. يبقى الألف باء بتجذر ثلاثة ميم، الألف جيم باتنين ميم، يبقى الباء جيم هتطلع بكام؟ هنقول جذر ثلاثة تربيع بثلاثة زائد أربعة سبعة، يبقى جذر سبعة. طلع معاكي جذر سبعة لو حاسه احسبها ميم على طول. اتنين في اتنين بأربعة، وجذر ثلاثة في جذر ثلاثة بثلاثة، ثلاثة زائد أربعة سبعة، جذر سبعة هو جذر سبعة. أيوة ترى كده تمام. أوجد النسب المثلثين. الزاوية ج ليه؟ ليه؟ تمام ازاي هتبقى جذر تلاتة على اتنين. جذر تلاتة ميم على اتنين ميم. جزء ده على اثنين لان الميم هتروح مع الميم. ماشي. تمام. الجذر هتساوي أيوة جذر السبعة على اتنين. طيب الكلام ده غلط ليه؟ بس مش جاز سبع عليه. وندى سكتت. اولا لان احنا طلع بنطرح، وندى سكتت، احنا بنطرح مش بنجمع. قلنا لو طلع بنطرح لو وتر بنجمع، صح يا ندى؟ إذا صح. ما شفتي والله العظيم. بصي بشيلك فيها وانت سكت. تطلع بواحد يا ندى. اتنين في اتنين باربعة، اربعة ناقص تلاتة واحد. يا مس احنا بنطرح لما بنعوز ضلع. لو انا عايزة اسمع الكلمة دي، مش عايزة اغش على طول. يلا كملي. الجدة جيمة تساوي جتا واحد على اثنين. ماشي. ماشي. الظابط بقى الظاء مقابل جذر ثلاثة على واحد. جذر ثلاثة بس تاني اللي بعد رقم 11. يلا يا آدم ناخد 11 نفس كده. واجب، ناخد 11 واجب كفاية، ناخد 11 واجب و12 واجب. 12 ممكن تتحل بفيثاغورس. اقدر اجيب الالف دال من فيثاغورس، واقدر اجيبه مش من فيثاغورس، واقدر اجيب الباء جيم. الباء جيم ب10 لان ده مثلث قوام 6 8 10. اقدر اجيب الالف دال، اقدر اجيب الالف دال من فيثاغورس. يا جماعه الالف دال هنجيبها من فيثاغورس ازاي؟ في قانون فيثاغورس بيقول ايه؟ احنا ده جبنا الباء جيم ب10، الف دال بيساوي من قانون فيثاغورس بيساوي ايه؟ الف باء في الف جيم على، ما هو كان ليه قانونين لو انتوا فاكرين. الالف ده كان ليه قانونين، يا اما الف تربيع بيساوي ده في ده، يا اما الف دال بيساوي ده في ده على ده. افتكرتوه؟ يبقى قانون فيثاغورس كان بيقول الف دال بيساوي الف ب في الف جيم على باء جيم. بتقول ايه؟ تقليدي. ايوه قانون اوكليدس. صح ديك بتقولي صغور فمش عارف. والله انا قلت في زورس. والله يا بنتي ماشي، العتب على الكلمه ماشي. لا هو ده اكليدس مش في زورس. انا بقول هنجيب من في زورس الباقي جيم ب10. تمام. طيب احنا كده قلنا 11 و12 وناخد 13. المسألة دي حلوة، أفكارها حلوة، تقعدوا تفكروا فيها. و14 يبقى الواجب صفحة 176 بس. 176 يا شباب فقط الواجب. نعم. صح.